والآن وقد اشترينا منك هذه الحقيبة أو قل العيبة. نعم. فماذا لديك بعد لنشتريه؟ عندي عندي هذا الشيء، انظره انظره ما أجمله. ما لك لا تجرؤ على تسمية هذا الشيء؟ أخاف من هذا. هذا الشيء يطلق عليه العامة كلمة شنطة اليد، والفصيح أنها مثبنة. مثبنة؟ نعم. هيا قولوا معي مثبنة. 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 مثبنة المثبنة. مثبنة المثبنة. مثبنة المثبنة. مثبنة المثبنة. إذن أرجوك يا سيدتي أن تشتري مني هذه المثبنة. والصواب أن تشتري من غير فتح الياء، لأنه منصوب بحذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. ولكني لسوء حظك لا أملك نقودا الآن. حلها يا سيدي. بسيطة، إن كنت لا تحملين أوراق عملة فانقديه الثمن قطة. الصواب انقديه بضم القاف. ألا تحملين دفتر قطوط مثل هذا؟ لا. يقولون فلان كتب إيصالا أو كمبيالة، والفصيح أن يقال كتب صكا، وجمعه صكوك، ويقال كتب قطة، والقط هو الصك. جاء في التنزيل الحكيم: عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وهذا الأراغول يا سيدي ماذا أسميه؟ سميه مزمارا أو صلبوبة. صلبوب؟ أجل، مزمار أو صلبوب. ليتك عدفت لنا لحنا على هذا المزمار أو الصلبوب.